وهو بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، بيتكلم عن ضغطه النفسي في الطبيعة البشرية المتحدة بالطبيعة اللاهوتية، لأن المسيح وقع الألم فعلا ألم حقيقي على الجسد المتحد باللاهوت، فما كانش المسيح بيمثل إن هو تعبان زي اتحاد الحديد بالنار، لما تضرب على الحديد يبقى في ضرب في ترك فعلا على الحديد ولكنه متحد بالنار، فلما بتقول انت بتقول بتضرب على الحديد المتحد بالنار، الحديد مش منفصل. هكذا النسوت متحدا باللاهوت، ولكن الموت والألم حاصل فعلا حقيقي مش جسد خيالي، فلذلك كان في ألم فعلا حقيقي على جسد السيد المسيح. إلهي في يعني النهار هو أدعو مات فلا تسأل، جسديا اخوي الدكتور، مات بالجسد أيوه يعني مات المتحد جسديا باللاهوت بس بالظبط ومات. وصلت الفكرة. عندي آخر سؤال وبس وبنزل، يعني لو توضح لي. طب ما أكمل لك، أكمل لك بس تكملة الإجابة دي. لسه ما غلق الجواب اخوي، نعم اقول له لسه الجواب ما غلق، كمل يا دكتور. اه بالظبط. في تكملة المزمور، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل عليك اتكل أبونا اتكل فنجيتهم، بيأكد على النبوات اللي تكلمت عنه هو شخصيا، إليك صرخوا فنجوا عليك اتكلوا فلم يعزوا. بيتكلم بقى في اللي جاي في الآيات الجاية عن حالة السيد المسيح في عين الناس، الناس بصله ازاي، بيقول أما أنا فدودة لا إنسان، تشبيه في الحالة اللي هم الناس بصله فيها. أنت ممكن تشوف، أنت سعودي ممكن تشوف الملك محمد بن سلمان أنا لابس مو لبس سعودي، أنا مو بسيط. سعودي، أمال ليه كيس إيه؟ ليه حاطط كيس إيه؟ أنا يعني تجنست كويتي، بس أنا مو سعودي، يعني كان أبوي سعودي بس عايش بالكويت، تجنست على أمي. كمل. تمام. أي رئيس عندك أو زعيم للدولة بتاعتك لو شفته وهو لابس لبس بسيط، أنت ممكن نظرتك تبقى ليه بسيطة، هو مين ده يا عم؟ لكن هو في ذاته وفي كينونته هو زعيم المكان ده، زعيم البلد دي، رئيس البلد دي، لبسه ما قللش من قيمته. هكذا المسيح لما اتجسد ما قللش من قيمة ملكوته وقيمة لاهوتيته. عار عند البشر محتكر، الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين. وده اللي حصل فعلا لما اليهود شافوه وهو مصلوب، لو هو من الله ما يخلص نفسه ولا الله يخلصه؟ فده اللي فعلا اللي حصل، ان هو الله ظهر في الجسد، فالناس اتريقت عليه برغم كده، اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لانه سر به، لانك انت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على سيدي امي. نكمل لايات كتير ونخش برضو في ايه 17 على طول، احصي كل عظامي وهم ينظرون تفرسون بي، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون. هم نفسهم الجنود فعلا عملوا مع المسيح كده، اتريقوا عليه وقسموا ثياب ما بينهم واقترعوا على القميص اللي ما ينفعش يتقطع. والى اخر المزمور كله بيتكلم بيقول لهم بصوا، يعني عايز يقول لهم من الاخر كده بالصيغه العاميه انا اسف، يعني هو انتوا اغبياء مش عارفين ان انتوا بتصلبوا المسيح؟ الله ظهر في الجسد، انا النبوات دي تمت فيا، المزمور تم فيا، انتوا مش واخدين بالكم كده؟ فهو المسيح وصل لهم كده، واللي فهموا امنوا، اللي فهموا واللي قارين الكتاب المقدس وعندهم روح متفتح ان هم عايزين اراده ان هم يخلصوا، فهموا ان المزمور مش اله اله لماذا تركتني، يعني هو سايبه، لا يعني هو بيشير للنبوه دي. اتفضل بس آخر سؤال وأنزل مع الكاميرا. الحين يسوع شكرا. لما تجسد كان إنسان عدل كامل، يعني كان كامل عنده في خلايا، نسوته عنده خلايا جنسية يعني. اه إنزين، يعني الآب نفسه، لأنه قال من رآني فقد رأى الآب. حبيبي. بمعنى ايه؟ انت لما تشوفني اكنك شفت روحي ولا نفسي ولا عقلي ولا جسدي، ولا ممكن انت شفت التلاتة من خلال جسدي؟ لا هو أنا آسف، تانية شفت معناها ايه؟ أنت شنو قاعد مش تسألني مهم سؤال ولا المفيد قاعد اللي تسأل؟ حضرتك بتقوله ده، المهم هو أول حاجة فكر فيها عنده خلايا جنسية ولا لا؟ خلايا جنسية أنا سمعتها جذعية حبيبي، تكوينه
الجسدي تكوين سليم، في سبرماتوجونيا، في سبيرمس، في كل التكوين السليم. سلام عليكم اخت لطيف. في كل التكوين. هتقول لي طب ازاي ما اتجوزش؟ صح، ايه ده السؤال الثاني على طول ما المنطقي يقول يعني. لك كذا، هو يبغى يقول شلون اله عنده اشياء جنسية عنده لا 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 يعني. لا 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 اخوي سعودي، لا 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 ما لا، هو كذا يقول. هو انا هيقبل، قصدي اذا هيقبل. هو كان انسان كامل، ما قاطعك دكتور ماله، اذا هو كان انسان كامل لما تجسد هو قال من رآني فقد رأى الآب، يعني الآب نفس شكله، فهمني هذا قصدي. ما هقول لك، خلينا نرد في نقطة الخلايا الجنسية ونقطة إن هو من رآني فقد رأى الآب، عشان ما انتهش. نقطة الخلايا الجنسية، مش لازم عشان أنا عندي خلايا جنسية إن أنا هروح أتجوز. في كتير عندهم خلايا جنسية والدنيا تمام وأصحاء جنسيا وما بيتجوزوش، لأن لو أنا ما اتجوزتش مش هموت يعني، مش هضيع. سلام ونعم غابة 2020، نورت البث. فأنا مش هموت ولا هضيع. المسيح للتكوين كله، ولكن ليس عنده الميل للخطية، أتى بنفس التكوين وبدون أي مشكلة. فوجود الخلايا الجنسية في حد ذاتها مش غلط، لأن هو غير معرض أصلا للخطية. دي النقطة بتاعت الخلايا الجنسية. النقطة التانية حضرتك اتكلمت فيها، من رآني فقد رأى الآب. بقول لحضرتك، لما أنا عايز أشوف روحك أشوفها إزاي، أو أفكارك هشوفها إزاي؟ سلام ما على تقدر النبي تشوف جميل. روحي، يعني شلون تشوف روحي؟ طب ولما واحد بيقول على واحد أو بنت أو ولد بيقولوا إن هو روحه حلوة، يبقى مقصود بيها إيه؟ يعني شلون افهمك، تعامله او تصرفاته. بالظبط. الذي أعلن الثالوث للبشرية هو أقنوم الابن، لأنه الصورة المنظورة للثالوث وتحديدا للآب، فأعلن للبشرية الله. عشان كده في الكتاب المقدس يقال، سلام ونعم أخي شريف، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء ادالهم كتب من الأنبياء والنبوات اتقالت للناس، كلمنا في ابنه. والمقصود بابنه هنا كلمة الله، مش معناها أن الله اتخذ صاحبة، حاشا. بس يعطيك العافية شكرا يعني اسمح لي للجميع. أنا أسألك سؤال؟ والله عيش. أنا بالقرآن السعودي قاعد أقول لك، يعني في إذا بتطرح علي شبهات يمكن ما أعرف أجاوبك، فما مو أدري. شبهات، بطرح عليك آية من القرآن، يعني تقدر تجاوب علينا؟ يعني شنو تبيني أفسرها ولا شنو؟ ما أدري إيه، بسألك سؤال. والله، ما شو أسألني يمكن ما أعرف الإجابة، راح أقول لك والله. طيب، عندك في سورة الطلاق آية رقم أتوقع 10 أو 15، تقول واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. شلون عندك أنت في الدين الإسلامي زواج الطفلة الصغيرة اللائي لم تحض مسموح؟ هل تقبل هذا الشيء؟ زواج الطفلة اللي انت هو مسموح، بس ما تدش عليها الا اذا يعني صار فيها حيض، فاهمني؟ لا لا، الآية تقول واللائي لم يحضن. حبيبي، المرأة، البنت الصغيرة، الطفلة الصغيرة اللي ما جتها، ما بلغت، مسموح زواجها في الدين الإسلامي. شلون أنت تقبل تكون متبع لعقيدة تسمح بزواج الطفلة الصغيرة اللي عمرها 5 سنين أو 4 سنين مثلا؟ والله صراحة ما أدري شنو الجواب، بس أكيد في له إجابة يعني لو تبحث. روح ابحث وتعال. الله أحترم يحييك، ها؟ احترم صراحتك وهدوءك في الرد. جدع لا والله أنا قلت له من وتدور. زمان يعني قبل لا يسألني، أنا بالقرآن يعني مو متعمق جدا، بس أكيد له إجابة سعودي، يعني لو تبي تشوف دش اليوتيوب واكيد ودور. وممكن تكون ليها اجابه، جايز الاجابه ما تكونش مقنعه برضو. اسمع اخويا، دكتور اغسطين، طبعا انا بس اريد اضيف حاجه. طبعا في اشياء في الاسلام كثير اختلف فيها العلماء، ولكن الشيء الوحيد اللي اتفق عليه العلماء في الاسلام هو زواج الطفل الصغير اللائي لم تحض. شكرا. تمام أخونا، شكرا على بس المشاركة. أنا وليك أي سؤال تاني أو حاجة، اتفضل. لا يا حبيبي ما تقصر أخوي السعودي، أتمنى إن شاء الله البث اللي تفتح تدخلني، يعني إذا طلب يس على أتمنى إنك خشمي، تحفظ اسمي على يعني. خشمي بعد قلبي، ما عندك مشكلة. يلا يعطيكم العافية جميعا.
شكرا. الله يعافيك. ايش الاخ بقول اللي بعد لحضرتك، كده هو انا كان؟ حاسس الاجابه على السؤال اللي حضرتك قول. سالته ده، اللي هم بيحللوا اي حاجه ليهم. طبعا طبعا اخوي الغالي، طبعا. سلام ونعمة ميرو، سلام ونعمة سان اوف ذا كينج. بص بقى، في بعد كده مين؟ مصطفى اليماني اللي طلب بعد كده. فين الجستر؟ الجستر راح فين؟ الجستر راح فين يا جماعة؟ يعني التحديث بقى غريب أوي في البتاع ده. مصطفى اليماني فين؟ أهو. اتفضل. السلام عليكم. سلام، اهلا ازيكم جميعا؟ اهلا بيك. اولا انا عاوز اتكلم على موضوع جواز الاطفال، او الاخ كان بيتكلم عنها دلوقتي دوت. بس ماشي، عندي إضافة تفضل. بسيطة بس أخوي، بدون مقاطعة كلامك. في واحد بيسألني هنا، نور، أنت إزاي عرفت طريق الحق؟ خش على اليوتيوب أخوي، حتلاقي قناة اسمها يسوع نور العالم، قناة الأخ شاد داون، حتلاقي فيها اختباري كامل، اتفرج عليه وراح يا تعرف. باشا تفضل. ماشي، تمام. بص يا سيدي، هو عامة في الوقت الحالي اللي احنا فيه خلاص بقى من رابع مستحيلات جواز الأطفال في الدين الإسلامي. ليه بقى؟ التكوين الجسماني بتاع البنت في الوقت اللي احنا فيه ما بيكونش اكتمل، ما مش مهيئة انها تتجوز أصلا. ممتاز ممتاز. يعني إذا أنت تجيب طب بأن زمان القرآن غير كان صالح ينفع؟ لكل زمان ومكان. لا، ايه ده؟ أنت تجيب إذا أن القرآن غير حاشا صالح لله، لكل لا، زمان ومكان. حاشا لله. في حاجات كتير اتغيرت، ماشي، بس الثوابت هي ثوابت، بس المتغيرات بتتغير حسنا مع إذا، الزمن. حسنا يا صديقي الغالي، يا أخوي العزيز، إذا طبق لي الآية التي تقول واللائي لم يحضن، وهي الطفل الصغير اللائي لم تحض، في الإسلام مسموح ويجوز يا حبيبي يا زواجها. حبيبي يا أنت حبيبي، تقول القرآن، أن ثواني بس التكوين في ذاك الوقت، يا لا حبيبي، تقاطعني القرآن. يا أخي، جزاك الله خير، اتفضل جزاك الله خيرا، لا تقاطعني. اتفضل، أنت تقول أن تكوين الجسم في ذاك الوقت يختلف عن هذا الزمان، إذا تمام. هذه الآية لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه الآن. إذا القرآن غير صالح لكل زمان ومكان. وإذا قلت أن زواج كلام الطفل الصغير منطقي. مسموح، إذا هذا شيء لا يدخل العقل. كيف أنت تبيح زواج الطفل الصغير، الطفلة البريئة؟ كيف هل تقبل أنت أن تزوج ابنتك التي عمرها 4 سنوات أو 5 سنوات لا يا اخي، لشخص مين بأن قال كده؟ يقوم ثواني ثواني بجماعها؟ ثواني، مين بيتجوز 4 سنين و5 سنين؟ يا باشا موجودين في كل حتة، في حبيبي الأرياف وعند العرب يا عم، موجودين، فين بلاش يا ننكر. عم، فين يا حبيبي؟ بس ماشي خلاص، فين ماشي يا خلاص. اخويا، فين يا اخويا حسنا الكلام ده؟ سوف ينزل يا أجيبك، باشا الأرياف بس هو عندهم حبيبي جواز موجود. عشان ما احنا يمارس احنا اسلوب انا على فكرة الإسلام انا اللي من هو محلة، بنت ثواني صغيرة. بس، اسمعني بعد إذنك، اسمعني اتفضل وانا اسكت. احنا من نوع ماشي، بنحترم الآخر يعني، وبنسيب اتفضل الدكتور على يتكلم دماغنا عنه. على بس دماغنا. انا ماشي عايز حضرتك ايه، اسهل عليك. ماشي. حضرتك شوف كام واحد في الأرياف، انا بتكلم في مصر مثلا والعرب مليانة، بس خلينا في ماشي مصر. إيه كام واحد في تمام. الأرياف بيجوز بنته عشان بيبقى حالته المادية إيه مش قد كده، اللي هو واحد غني بيتجوز عيلة صغيرة عشان المتعة ويمتع نفسه. وفي ناس لو حضرتك دورت على النت أو السوشيال ميديا هتلاقيهم شغالين أصلا إيه عشان يوصلوا الناس دول بدول، ده شغلانتهم. فموضوع جواز زواج اللي هو القاصرات. البنات الصغيرة موجود، نعم وموجود عند نعم العرب زواج أكتر من القاصرات مصر هذا كمان. مشروط، زواج تمام القاصرات هذا تمام مشروط في تمام العالم دي حاجة مش الإسلامي. موجودة، فكده بتضحك على نفسك. ثواني بس، طب ثواني معلش، وأيضا أريد أن طب أضيف خلاص، ما شيئا، علينا يا أريد اخي أن برضو، مش أضيف شيئا. ثواني ثواني بس، ثواني، احنا مش خلينا اسمع اركن بقى، اسمع ثواني ربك، بس، اسمع اريحك ربك والله يقول والله اخفض من اريحك يا مشيك، اخي. اغضض من مشيك واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هذا في القرآن يقول اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. فإذا التزم بتعاليم ربك واخفض من صوتك يا أخي الغالي. يا اخي ماشي رسولك تمام. رسول الإسلام، رسول الإسلام يقول تزوج عائشة وهي عمرها 6 سنوات. لا اله الا الله. صح طب اهو، ده بس، طب يعني اهو ثواني بس يا الانسان جدعان، جمالك. طب اديني فرصه بس اتكلم خلاص. يا نور نور
اديله فرصه، اديله فرصه. القرآن 114 سورة، واخ خلاص مصطفى لما اخ نور اتفضل يا بيتكلم دكتور. النصوص القرانيه ما يقصدش يغلط فيك، هو بيقصد لا انه يا يقول أخي، لا ان دي حاشا نصوص لله، حاشا القران. لله، لا لا. على فكرة ممكن بالفكر بنوصل لكل حاجة بالعقل، زي ما احنا برضك احنا اتخلقنا بالفطرة على الإسلام وبالعقل بقينا مسلمين. مين قال كده؟ أنا بقول لك كده، احنا أنا مسلم خلاص، أنا صغير، أنا ماشي. الطفل لا الصغير سؤال، بالفطرة. أيوه جملتك بالفطرة اتخلقنا على الإسلام، مش لا طبعا، مش سليم، لا هو سليم طبعا. والله يا دكتور. ازاي؟ بص ازاي؟ انا لحد ما مرفوع عني القلم، تمام، فانا بالفطره مسلم. الطفل هو الصغير بيتكلم حتى باين على نفسه مش على نفسي، على العالم كله، مش امه على محمد، البشرية يعني. ما دي على مصيبة، هو بيتكلم على العالم سيدنا كله. محمد، أنا فهمت بيتكلم على العالم العالم كله، دي كله، لا مصيبة العالم كله، يعني من ام كلامك سيدنا كده. محمد كلها، من ام عذرا سيدنا يعني، محمد كلها، من ام سيدنا محمد كلها، على الفطره بتتولد على الاسلام. على فكره ده مش تشدد، ولا هو هو قصده من أول 1400 سنة، هو ده هو بيقول. وحتى من قبل كده، هو من قبل يوصل كده إلى، كمان، ما أنا ومن هقول قبل لك كده. إيه. ثواني، أنا آسف، أنا أقول كلمة سريعة بس. أنا بحب أعدل اتفضل. المسارات بس، عشان ماشي يعني خلينا نتكلم في مسار نستفيد ماشي نفيد بعضينا. إيه من قبل تمام. كده؟ طب لو القرآن يعني زي ما حضرتك بتقول، ليه ما نزلش أول دين وربنا استغنى عن بقية الكتب اللي قبليه؟ كلام غير لا منطقي يعني. لا، حضرتك ما تقعد كده مع استغناش، نفسك، ثواني بس يا اخي، ما استغناش. طيب كان ينزلوا أول دين اللي جميع هو أنا الرسل، بتكلم عليه. جميع الرسل من اول سيدنا ادم لحد سيدنا محمد، ماشي، بما فيهم عيسى وموسى وابراهيم واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء، بيدعوا الى حاجه واحده بس، التوحيد، الى طب الاسلام وانت كلهم. عرفت منين؟ انت عرفت منين وما معكش الا قران بس من 1400 سنه؟ يا فاهمني حبيبي، ما يعني انا بالاديان اللي بؤمن، قبل ثواني، كده. انا بؤمن بكل الاديان على فكره، انا انا ما بؤمن بتكلمش بكل انت الاديان بتصنع وكل. ولا لا، انا بتكلم اللي هو لو القران صح زي ما حضرتك بتقول، ليه ما نزلش اول حاجه؟ قلت لي معاك جميع الشرح، الانبياء نفس اجمل بس. الطريق، فانت عرفت منين وانت ما معكش الا القران؟ يعني انا سالتك سؤالين اهو، طب تمام، انت جميل عرفت قوي. منين عشان تقول على الانبياء كلهم كان عندهم نفس الموضوع؟ وتاني حاجه، لو القران زي ما حضرتك بتقول، ليه ما نزلش اول حاجه ثواني بس، ونريح طب دماغنا من ارد، يعني الموضوع ده حلو قوي، والمشاكل ديت، وكلنا نبقى مسلمين طالما حضرتك حلو قوي. بتقول هو ده اساس البشريه؟ ارد ماشي. ماشي. في آية عندنا في القرآن، ماشي، في سورة البقرة، تمام، بتقول إيه؟ آمن الرسول، كل آمن بالله آمن وملائكته الرسول بما وكتبه أنزل إليه من وإليه ملائكته من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كتبه ورسله، لا لا نفرق بين نفرق أحد من بين رسله. أحد من رسله، وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، ثانية واحدة ثانية غفرانك واحدة ثانية واحدة ربنا ثانية واحدة. وإلينا أخو وإليك مصطفى، المصير. أخو مصطفى، أخو مصطفى، اتفضل. بتؤمن بكل أيوه الكتب الله؟ طبعا، ده جميل جميل. إيه هي كتب بيؤمن الله ايه؟ اللي بيقولوا على موجودة بقية في إيديه؟ الكتب مش صحيحة وما بيؤمنوش بحاجة، ده كله كلام ما انا هقول عابر لك يعني. يا اخي، ليه يا اخي؟ ده لا اله الا الله، انا ليه يا بؤمن اخي؟ ايه بكتب اللي حضرتك ده، انت اول سورة في القرآن مكتوب اللي هو انت لازم تؤمن بالكتب السماوية. ما طب فيش واحد ايوه. مسلم بيقول الكتب السماوية مش صحيحة، فاللي هو الاساس اللي مكتوب في القرآن محدش ملتزم بيه اصلا. فاللي هو يا بتقول اخي لي انا بؤمن، انا مسلم، ودور ثواني بس، ثواني كده بس على اصحابك اللي يا حواليك حبيبي، يا اسألهم، حبيبي، يا هيقول لك حبيبي، لا صلى. الكتب مش حقيقية. هقول لك يبقى على انت حاجه، انا ازاي بتؤمن من غير والكتب مش زعيق، من غير حقيقية؟ زعيق، ريلاكس ما هو ريلاكس ما مصطفى ريلاكس. انا عايز ارد بس، يعني عشان ازاي انت بتؤمن انا عايز ومش ارد، مهتم انا بتوه بالموضوع؟ على فكره في احنا مش الكلام. هنمشي، هترد لا يا هترد دكتور، هترد. لا يا دكتور، انا بس خد بحتاج فرصة. ارد، لاني بسرح بالكلام او بنسى الكلام، فاهم؟ لا دي ما انا بص مشكلتي، يا جماعة، انا عايز يعني الكلام خلينا في يتصدر. كل البصوص بتاعتنا اهو. انا نفسي معايا اهو، بص ورقة وقلم، عشان ماشي. النقطة اللي عايزين نتكلم فيها نكتبها. ما انا حد ما انا سألك معيش سؤال ورقه كنت وقلم، انا سواء نقل على فكره، انا سواء نقل تقيل، تمام. و اهلا بيك عم. انا متابع حالاتك، او متابع بساتك كتير، وكنت وطلبت كذا مره ان اخش جيست، وبظروف اصلا، ورب الحمد لله انا دخلت معاك جيست، ماشي. الحمد لله تشرفنا بيك. بس معلش، انا ايماني بالله، لو انا كتاب واحد من الكتب السماويه اللي ربنا انزلها انا مش مؤمن بيها، يبقى انا بخرج من المله. لو انا مش مؤمن جميل. بنبي او رسول من ربنا انزل عليهم الكتب، ماشي، انا خرجت من المله. جميل. طب كم بس انا رسول عندي سؤال، موجودين لغاية قبل رسول الإسلام؟ حوالي 125 ألف نبي ورسول،
و 125,000 جبتهم منين بس الرقم ده؟ بس قول لي، انا نفسي احنا اعرف عندنا، انتوا بتجيبوا الحاجات يا دي باشا منين، يا باشا احنا عندنا مكتوب علماء في الحمد لله. القرآن الكلام ده؟ ثواني ثواني بس، احنا عندنا علماء الحمد لله رب العالمين، لا لا وكذا لا مرة اسمعني، انا عارف، دور انت انا عارف، اسمع، لا 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 والله ما هسيبك. بص اسمع اسمع، اقول لك حاجه، قول عندكم في القرآن في آية ماشي. مكتوبة اللي الكتاب دوت لا ريب فيه، اللي هو كامل مكمل، فربنا اللي هو الكتاب، اللي انتوا بتعظموه ده، ليه ما كتبش جواه اللي هم 125,000 نبي؟ فاللي انت هو عارف حضرتك جايب عارف المعلومة من بره طب كتابك. طب انت اديني كده اسمعني ثواب. اسمعني اسمعني حاضر اسمعني اتفضل اسمعني، اتفضل اتفضل اغلب اتفضل. المسلمين بيقولوا الكتب، بقيه الكتب السماويه محرفه. انت عمرك شفت، يعني مالناش دعوه باليهوديه لان ايه، مش متعمقين فيها قوي، عمرك شفت واحد ماشي مسيحي طالع بيتكلم؟ كل المسيحيين بيتكلموا من الكتاب الانجيل بتاعهم. عمرك شفت واحد مسيحي بيتكلم بيقول اصل انا سمعت من بره الكتاب؟ مفيش الكلام ده. فالموضوع حضرتك مش موثوق منه قوي يعني، انا اسف، بس انت يا اقعد حبيبي. بينك وبين نفسك طب كده خل طب إيه، تعب انت ويعني خلاص ايه ماشي، دلوقتي انت ممكن ادي ايه ادي له مش هتحب كلامي، بس انت استركم اقعد مصر. ليه يا بينك اخي؟ وبين لا لا نفسك، لا بالعكس، ادي له فرصة، هو احنا موضوع اتفقنا، منطقي جدا يعني، احنا اتفقنا خد من فرصة الاول، خد فرصة. ماشي، احنا بنتكلم بالعقل وبالمنطق صح كده؟ المهم ال ماشي بالعقل 125,000 وبالمنطق. نبي ما اتكتبوش جوه القرآن حضرتك ليه؟ بتقول يا ورد حبيبي يا عليهم، حبيبي. طب ارد. طيب نظم ثواني بس، الحوار، نظم الحوار، نظم الحوار. حضرتك دلوقتي ارد بتقول ان 125,000 اللي اتذكروا نبي، 25 بس تمام؟ في القرآن. ايه؟ ودلوقتي احنا عندنا في الكتاب المقدس في 46 سفر، عهد تمام. قديم و27 عهد جديد، تؤمن تمام. بيهم ولا ما تؤمنش؟ اللي هم بصراحة مين؟ ما انا ستة اعرف مين الانبياء دول. طيب ماشي. انا ماشي، اؤمن ستة بكل وأربعين كتب، انا قلت لك انا بؤمن بكل كتب اللي انزلت، أيوة، تؤمن بكل الكتب اللي ربنا انزلها. خلاص؟ ماشي، ما هو ربنا أنزل، خلاص. الكتاب المقدس، ربنا انا أنزل. ارد ثواني بس، انا ارد بقى على الاخ اللي هو مثلا، عايز بس ارد على حاجه لا واحده لا، بس بالعدل ما يا احنا دكتور، عايزين عشان بس انا نرد. متوه. انت قلت لك متوه يا دكتور، يا دكتور متوه اتفضل 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 متوه يا دكتور. اتفضل. بص يا دكتور، سيدنا ادم ماشي، من اول سيدنا ادم لحد ما احنا موجودين دلوقتي، خلاص تقريبا كام سنه؟ ما نعرفش احنا بشر يعني، نعرف منين كام سنة؟ يا قول عم لي بقى هم كام سنة، انتوا مالكوش احنا حل، ثواني بس، انا ثواني نفسي بس، اعرف انتوا جايبين هقول الكلام ما ده احنا احنا قلنا بالمنطق يا دكتور مكان. اهو، احنا قلنا بالمنطق. بالمنطق ايه ماشي بس؟ لو ايوه انت بتقول ده اكيد مش هنعرف يا يعني. اخي، انا ثواني بس، كمل عايز كمل اخلينا احنا كمل احنا يا باشا، الحضاره احنا الحضاره الحضاره بتاعتنا قال لك من 7000، قال لك من يا 7000 باشا هو ايه بين علاقة الحضارة يا بتاعتنا بسيدنا الله ادم يعني؟ يا انا اخي. مش كمل يا فاهم. اخي، سيبني بس اكمل بس يا اخي، اكمل ماشي قول انا بقول قول، لك حاجه بالمنطق وبالعقل، اكمل حاجه بالمنطق ادي وبالعقل، له فرصة، ادي له فرصة. انت اكمل حاجه. عايز تقول ان في ال7000 سنة، كل سنة كان ما لا مش كل بيجي سنه، لا 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 اكتر لا من لا كام؟ يا اخي، ادي مثلا ادي 500 600 كل 1000 سنه مثلا، بص، فاهم؟ طب انت بتدي 500 على اساس ايه؟ انا مش فاهمك برضو. ما انا مش هنتكلم وخلاص يا جماعة يعني، حضرتك الناس كتير في بتسمعنا انبياء قاعدين كانوا نفيد بيعيشوا 130 ونستفاد، سنة، اللي هو حضرتك وفي انبياء قيمت ال 500 ده على اساس ايه؟ انا مش فاهمك، بتجيبوا الكلام ده منين يا جماعة؟ يا اخي. انا طب مش بص، فاهم. لحظة واحدة لحظة واحدة، سيدنا ابراهيم جاب اسحاق ويعقوب صح كده؟ تمام تمام. تمام كمل باشا. جاب يوسف ماشي، جه من ورا يوسف مين؟ يعني برضه ذكروني عشان برضه مش متذكر قوي، تقريبا سيدنا موسى تمام كده؟ من ورا يوسف موسى على ما اظن او على ما اتذكر، وبعدين سيدنا عيسى. واخد بالك اللي هنا الانبياء والرسل بيبقى لا 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 لا، انت ترددت استنى نقطة ايه، جامدة أوي، استنى ثانية واحدة. تم مين من ماشي، مين اللي موسى قبله؟ لعيسى تم مين اللي قبله؟ ها ده في كتير نمسكهم. مين؟ ها انت ما شفتش هوشع، ما شفتش يوئيل، ما شفتش ميخا، ما شفتش عبيديا، ما شفتش عبوس، ما شفتش نحوم، مش ما عندهم، شفتش زكريا، لا ما شفتش ملاخي، ما عداش عليك كل دول؟ لا لا ايه، يبقى انت بس كنت صح يا باشا، كنت صح يا معلم. هو انا يا دكتور، انا كنت عايز اقول كلمه مهمه يعني. انا من وجهه نظري، انا طبعا مصري سليمان مصري، وكل اخواتنا المسلمين اخواتي، وانا ما طبعا الحمد يعني لله عندي الحمد حب لله للناس الحمد لله مع انهم طبعا الحمد لله. بيهاجمونا، لا بس يا احنا اخي عندنا حته الحب. والله انا يعني يا بقى حبيبي عايز اخوك. اقول حاجه مهمه. لا لا سيبك من الموضوع ده، انا بقول الكلام ده ايه يعني، ايه بفتح ود بس، مش قصدي ماشي. ان احنا ندخل في الموضوع ده. لا يا انا لا لا يعني من طبعا. وجهة نظري اقول لحضرتك، من وجهة نظري القرآن، انا فاهم اللي حضرتك بتؤمنوا بيه والكلام ده، بس هو القرآن مش مفصل حاجات كتيرة، الانجيل مفسرها. زي مثلا
اللمسة على طول بين المسلمين والمسيحيين زي نشيده، بسبب زي ايه نشيده، بقى؟ زي ثواني بسبب ايه؟ بس، اسمعني زي اسمعني نشيده اسمعني الانشاد اسمعني كده. اسمعني 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 اسمعني، انا والله اقول كلام مفيد. طب انا ملاحظ الانجيل مفسر عن القران بكتير، يعني القران ما فيهوش طبعا المعلومه مفسره. من ضمنهم اول مثال اللي الدكتور لسه قايله، قال لي لحضرتك معظم انبياء حضرتك ما تعرفش عنهم مكتوبين في الانجيل، يبقى معناه ايه ان الانجيل مفسر اهو. حاجه تانية انا اقول لي مثالين، اول مثال انا قلته اللي هو في انبياء موجود وفي امثله كتير، بس انا اقول مثالين بس. تاني مثال بقى على طول بقى الصدام اللي بين المسلمين والمسيحيين، بيقولوا ايه اللي هو في المسيحيين اللي هو الاب والابن والروح القدس، دي مش ايوه. معناها اللي هم بيعبدوا، اسمع اسمع، مش معناها اللي هم بيعبدوا 3 آلهة. هو برضو الانجيل مفسر الطبيعة بتاعت ربنا، هو في القرآن مش مفسر الكلام ده، هو اله واحد. هو بس فكرة معلش الانجيل او اختلف المسيحية معاك سار كانوبس، اللي هو ايه اختلف معاك، بيفسر لك، هو اسمع بيفسر اسمع يعني الدكتور، اسمع الكتاب الدكتور، اقوى، فاهمني؟ اختلف بس معاك هو ده اللي لان عايز في اوصله. توضيح بسيط، في توضيح بسيط اتفضل بالنسبه للتسليس اتفضل. جوه القران، بس للاسف مش كل المسلمين واخدين بالهم منه. اللي هو طبعا هتلاقي في القران، التسليس اللي هو، القران تفضل موجود يا دكتور. ان عيسى ابن مريم تبارك، عيسى ابن مريم خالق، واتقال ان تبارك الله احسن الخالقين. اذا في ربط ما بين النصين، الخالقين جاي يجمع، ليه جمع؟ لان الله ثالوث واحد في نفس الوقت. البسملة الاسلامية والبسملة بصفة عامة في اسمع، الاغلب بتبقى بسملة ثالوثية، باسم الاب والابن والروح القدس في لا يا المسيحية. اخي، لا 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 لا، بسم الله هو بسم استنى، انا الله بجاوبك بدون ليه؟ انا الرحمن بجاوبك ليه؟ الرحيم. لا 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 تقاطع، تمام لا تمام تقاطع، لا لا، ما هسألو. اتقل ماشي بقى، بس ماشي اتقل، ماشي لا ماشي ماشي تقاطع، اتقل بس. ماشي. البسملة بتقول في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ها تمام؟ غير كده بتقولوا في القرآن السيد المسيح عيسى ابن مريم روح الله وكلمة منه. روح احنا بنقول في ايوه. المسيحية فكر مختلف، ان هو الروح القدس، بس مش على المسيح، الروح القدس اسلوب مختلف ولكن غير منفصل. طب ما على كده بنقول بقى على يبقى المسيح، سيدنا ادم روح ربنا بقى. لا 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 لا، ايه ده؟ بس لا واحدة لا، واحدة واحدة ثواني بس، واحدة، ما على كده بقى سيدنا ادم روح اجاوب. ربنا. إيه؟ خلي سيدنا معاك ادم ورقة وقلم، خلي معاك ورقة وقلم، اخلص دي يا واكتب اللي انت عايز تقوله. ماشي ماشي. المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله، احنا عندنا في المسيحية كلمة الله، وكلمة الله يعني الصورة المنظورة لله، الله تجسد وعقل الله الناطق. فمن الإسلام في بسملة ثالوثية، في تبارك الله أحسن الخالقين، في إن المسيح روح الله وكلمة منه. الثالوث موجود في الإسلام، والثالوث صح، موجود في وأول البصال. أكبر دليل بسم الله الرحمن الرحيم. هل الله إله والرحمن إله والرحيم إله، ولا هل هم ثلاثة يا ولا حبيبي واحد؟ ثواني بس، ثواني بس، ثواني ثواني. لله 99 اسم. لا اسكت لو سمحت، ما يبقى انت ما اسكتش، عرفتش لا يا التحديث. حبيبي ثواني لا بس، هم لا لغوا ما منا كم اسكتش. اسم انت مش أسماء متابع الله التحديث؟ الحسنى 99 الازهر اسم لغى من 11، ضمنه. لغى 11 صفة من صفات الله الحسنى. تعلم انت كده؟ تابع بس المسلمين هتلاقوهم لغوا لا لا منهم لا كم اسم، لا بس يا انت اخي، لا مش لا لا متابع. لا 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 لا. ماشي بص ماشي يا طب عم، بس، ثواني اخ ثواني، مصطفى، اخ خليني مصطفى، معاك، اخ خليني معاك، مصطفى يا باشا، ثواني انتوا بس، مش ثابتين دخلنا على على حاجة الثالوث، اصلا دخلنا على ولا في الثالوث يا منطق ابني ولا اي حاجة. يا عمي. على فكرة كمل يا انت باشا، كمل يا عم، على فكرة انا ما يا غلطتش باشا، فيك، على كمل فكرة يا باشا، لا انت اخونا، لو كمل سمح، لا كمل. لا اخونا ما ايه هو بس مش انت كده بيتكلم يا بغلط، اخي، بيتكلم بغلط. انا ما غلطتش فيك بص على فكرة بص، والله انت عندكم موضوع الكراهية ده، اخونا ايه يا عم، يعني؟ انا حاشا لله برحب فيك بس. بقول لك يا انت اخونا. يا ماشي كبير ماشي يا كبير يا يا باشا، انا كبير، من نفسي مش واخد بالي. خلينا سيدنا نتعامل محمد مع، بص سيدنا بص، محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بنصارى مصر، او وصانا، او وصى بصى على نصارى مصر، فاحنا غير ما كده احنا مش تماما نصارى، ما احنا اصلا مش نصارى، ده انت ما تعرفوش مسيحيين. كمان. ماشي، مسيحيين مصر ايوه الله ينور تمام، عليك، تمام. واخد بالك انت ازاي؟ فاحنا احنا بنتكلم، معلش الكلمه، يكون في احترام في الكلام. فانت يا انت ما حبيبي حسيتش هو ان ما انا قالش مغيب؟ باحترام، لا ما يا فيش اخي، حد فيكم قال له انت بقى، لا باحترام. ما حسيتش كده ان انا مغيب، ولا انا مش فاهم حاجه في دنيتي خالص؟ ما ينفعش الكلام ده يا لا دكتور. لا لا، ما يقصدش، ما يقصدش بالنقطة دي، هو بنقطة انا بيثبت معلش، نقطة. انا ما اقدرش اغلط فيك على حبيبي فكره، انا ما انا ما جيتش لا ما عمري ما اسيبك. حبيبي، بص، صلى على النبي على عينينا وعلى راسنا، هو ما يقصدش يا كده اخي، اصلا. يا هو اخي النقطة يا على اخي. فكرة، حضرتك المشكلة، ما تزعلش ما تزعلش، حقك عليا. احنا بنتكلم ان في فعليا وحقك عليا، ما تضايقش من النقطة دي. في 11 صفة فعلا من صفات الله الحسنى
تم الغائهم، لدرجه انا دخلت، انا في وسط ما انا كنت بدرس الكلام ده يمكن عدى عليه من سنه 2009، كنت داخل انا حتى مكتبه كان فيها اسماء الله الحسنى موجوده، ولقيت فعليا متقطع متشال الاماكن بتاعت اسماء الله الحسنى اللي اتشالت اللي اتلغى ما الان، ما ينفعش، ينفعش. ما يقدروش يشيلوها، لان ده في حبيبي حديث، في سؤال يا دكتور ارد عليه، ارد عليه. اعتبرني كذاب، لا اعتبرني لا كذاب يا وبدور دكتور، انا مش بعد، بكذب، انا مش بكذبك، انا برضك هجيب لك حاجه يا وبد عم منها. انا بقول لك اعتبرني كذاب وبدور، بعد ما تمشي بعد ما تخلص البث دور، خش على البثوث، خش قصدي على جوجل واكتب اسماء الله الحسنى التي تم الغائها 11 اسم. سيدنا محمد قال لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. يعني ايه في احصاها؟ 11 يعني اتشالوا. حافظها، ما تشالوش ازاي؟ بحديث ده دخل. بص، سيدنا محمد ما كانش بينطق عن الهوى، ما كانش بيتكلم كلام من دماغه كده، كان كل حاجه زيه زي النص قراني، كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده لا لا لا، حاجه مفروغ منها، معلش. ما ده دي قناعه، حتى قناعتنا احنا كمسلمين، خلاص اوكي، قناعتنا ماشي اهو، كمسلمين ماشي معاك، صح كده. بس مش كل المسلمين قراءتهم كده، في مسلمين بيفضلوا القرآن، بيقولوا المكانة الأولانية، والأحاديث المكانة التانية قد يمكن إلغائها. احنا مش اهل علم، احنا مش اهل علم، تمام؟ بس احنا كمسلمين، تمام، القرآن شريعتنا والسنة شريعتنا، والاثنين بيكملوا بعض يا دكتور، الاثنين بيكملوا بعض. سيدنا محمد ما كانش بينطق عن الهوى، ما كانش بيتكلم كلام كده من دماغه، تمام. ياس تعالى ياس هتطلع ياس، يا دكتور، هساعدك بس استنى ياس، استنى شوية عشان أخ مصطفى مش هيستحمل مداخلتك معلش، معاه. بص يا دكتور، استنى أخ ياس. يا دكتور احنا حضرتك معاك متجوز؟ لا مش متجوز. طب حد من الاخوه متجوز مع عيال؟ اشمعنى أقول؟ طيب تمام. هو المفروض يعني بالنسبه للثالوث، الاب والابن والروح القدس، خلاص يبقى ربنا كان ايوه عاوز، يعني كان عاوز مثلا يبقى له ولد، حبيبي، تمام. الله في الاسلام او نقطة الله لم يتخذ صاحبة، احنا المسيحيين ما بنقولش ان الله اتخذ صاحبة، ما اتخذ، بنقول ان ماشي. الله الابن اقنوم الابن يعني كلمة الله، مش معناها ان الله اتجوز حاشا، عشان كده مش تمام. احنا اللي بنقول كده. طبعا دور المفروض على ان مين ده، بقى اللي بيقولوا كده. المفروض ان الابن او الابن الاب والابن، الابن تمام، المفروض ان هو جاي عشان خطيه سيدنا ادم، صح كده؟ يغفر، يشيل خطيه، صح؟ طب هو ماله، هو ماله مال خطيه سيدنا ادم؟ انا فاهم. ماله ما خطيت ادم، ما اقول لك بقى موضوعها كبير. انت بتقول ان انت كنت حاضر البثوث اللي فاتت، الوقت فعلا حاضر البثوث اللي فاتت، انا جاوبت الاسئله دي في البثوث اللي فاتت. بس صح سؤال، يا مصطفى؟ انت شي سموك، ايه ده؟ انت شي سموك كهيئة مصطفى ابن مين؟ انت ابن مين؟ ابن، انت بني ابن ادم اليماني مو مثلا، ابن بس ابن هيك ادم. يعني، كلتنا، كلتنا ابن. ماشي. يعني انت الخطيئة لائحتك من ادم يعني، يا عم سيدنا ادم ماله، ماله الخطيئة اللي انا عملتها؟ هو ماله؟ ما خطيئة، ما هي الخطيئة آدم مو خطيئة أنت، خطيئتك أنت شيء، خطيئة ادم خطيئة ازاي؟ بني آدم يا ابن الحلال. أنت مو يسموك اتفضل. بني آدم يعني، أنت مو تابع لآدم لو تابع لشيء ثاني يعني. يبقى اذا ما احنا كل، يبقى احنا كلنا ملعونين بقى ولا ايه؟ مش فاهم، عشان خطر ابونا خطا يبقى احنا كلنا ملعونين؟ طيب، لو أنت بعد عمر طويل مطلوب فلوس كثيرة والله اخذ امانته من عندك هو دلوقتي اطفالك، مش احنا، مش انا ابن، مش ثواني اسمعني بس يا اخويا، اسمعني مش انا ابن اسمعني ادم؟ اسمعني طيب اسمع 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 ماشي. خليني اكمل لك الحديث وبعدين انت علق. ماشي لما انت بعد ماشي عمر طويل الله يتذكرك واخذ امانته، وانت عليك ماشي دين، انت عليك دين، ماشي اطفالك راح يتحملون الدين لو ما راح يتحملوه؟ الدين ازاي يعني؟ يعني انت انت عليك مطلوب دور، انت فلوس، دلوقتي بعد الشر عليك مت مديون، يعني مين اللي ماشي هيتحمل تمام. الدين؟ الورثة ولا مش الورثة؟ ولادك ولا لأ؟ هو دي، هي ديت الديون في مثلا في الاموال، بتبقى الديون في في الذنب، في الذنوب. حبيبي، هقول لك على حاجة، هقول لك طب على بس حاجة، انت بعدين، معلش، مع احترامي لاخويا، انت ما انا هرد بتشبه، عليك، انت ما انا فهمت سؤالك، يا انا اخي فهمت سؤالك، انا التشبيه، فهمت سؤالك. اصلا مش مقنع اساسا، مع احترامي لاخويا، التشبيه مش اشمعنى مقنع يا ابن الحلال؟ الله ما يطلبك فلوس، الله ما يطلبك فلوس،
الله ما يكون بك فلوس على مدتك تروح تدفع فلوس ما الأول. احنا بنقول اهو، احنا هاي ده بنقول أشبه يا ابن يا حبيبي. الحلال، ده أشبه. اسمع 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 التشبيه، اسمع بس تلكلك وبدون فائدة. انت مرة انت بعمرك ما راح تفتني. تعرف يا عزيزي، يعني الله لما خطيئة آدم، خطيئة آدم المن للبشر لو الله. خطيئة آدم لربنا، كل واحد بيشيل ذنبه. تفضل هذا فهم، بصحي. كل واحد بيشيل ذنبه. ثانية 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 بس، عشان ما يتأخ، عشان برضو ندي فرصة للإخوة التانيين. ببساطة يا أخونا مصطفى، الله قال لآدم يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، فالله مش تمام. بيهرج، يبقى ينفذ الحكم، طب ومعنى وفعلا كده، دخل ومعنى كده الجنة. ان ثواني بس، معنى كده ان الشيطان اصلا طلع من وسطنا. يا عم اسمعني، ما انا هقول لك، انا هقول لك اكمل لك. فالله طب فعلا حكم بموت ادم. ادم كان هيفضل في حالة الموت لو ما كانش فيه فادي يفدي البشرية. جميل. ليه؟ لان اصل مش عادي ان هو الله في بين الاخر يكون سيدنا، بين امه. ثواني بس، بين سيدنا آدم، بين سيدنا آدم وسيدنا عيسى قد ايه؟ الاف السنين. طب ليه يعني المسيح ما جاش على معنى كده طول؟ بقى، معنى كده اللي هم اللي في النص اللي هم ملعونين يعني، ولا احنا اللي يا ملعونين، ولا عم انا مش فاهم تشتري حاجة. مني، اشتري مني، اشتري قول. مني. ما بين آدم وما بين لما الله تجسد، الله بيعد البشرية. إذا كان الله بيعد البشرية الآلاف السنين دي، وجي برضو حد بيفكر زي حضرتك، مش عاجبه. تخيل بقى لو ربنا بعد ما آدم غلط على طول راح جه اتجسد واتصلب، مين هيصدق؟ يتجسد ويتصلب إذا ازاي؟ يعني كنت يتجسد ويتصلب؟ ماشي حبيب حبيب. تمام. طب عشان ملخص الحوار، عشان وقتنا ووقت حضرتك، ماشي. أنت تؤمن بالأنبياء الذين أتوا قبل رسول الإسلام، تمام؟ ماشي. وتؤمن أن رسول الإسلام، أنت أكثر أمانة من رسول الإسلام أم رسول الإسلام؟ لا طبعا سيدنا محمد لا شبيه له. ماشي. افضل رسول الإسلام لم يقل عن خير ولد المسيحيين، ادم. ماشي هفترض معاك كده، رسول الإسلام لم يقل عن المسيحيين انهم حرفوا الكتاب المقدس، ما فيش كلمة واحدة تقول عن تحريف الكتاب المقدس. فلذا نحن نؤمن بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس الذي بين ايدينا به الاف النبوات، او على الاقل مئات النبوات، اللي بتأكد ان هو المسيح. الله سيتجسد ويصلب ويقوم ويصعد ويأتي في اليوم الاخير ليدين العالم. هذا ما نؤمن به. 46 سفر عهد قديم و27 سفر عهد جديد. واستاذنك هنقابلك في بث جديد، وتشرفت بيك يا غالي، عشان ندي فرصة للإخوة الآخرين. ماشي يا أخويا، السلام عليكم. حبيبي تشرف وتنور. أهلا تسلم. بك. يا رب. توصيني توصيني اقرأ تعليق. حاضر يا أختي لطيفة، ثانية بس. شكرا أخ سعودي يا قلبي، شكرا. نور كلنا طردنا من يا الفردوس. نور يا نقطة نور الوراثة. سلام ونعمة يا كوبا. أخت لطيفة، أخت لطيفة، مش تعليم، مش باين للأسف. نقطة الوراثة خطيرة جدية، وراثة الخطيئة الجدية. الميت بيتورث خطيته. وليه؟ ليه؟ لأن إحنا دخل الموت للعالم. معلش التكملة الأخرونة اللي نزل، الموت دخل إلى العالم من خلال خطية آدم. فكلنا بقينا وارثين الخطية الجدية. يعني شفنا سخافة ما يعلم بها من ربنا، نتيجة إن بنت غيرانة من بنت تانية، طلعوا الشباب قطعوا ببعضيهم. حواء هي حواء، وآدم هو آدم. لو طلع لك بنت غيران عليها، ولا بتحبها، ولا متضايق عليها، هتطلع تولع في الدنيا كلها. طب ما آدم عمل كده. ست قالت له عشان ياكل، كل طاعها وكل، وهي طاعت الشيطان. فالاثنين طاعوا الشيطان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، دخل الخطية للعالم. ففعل الخطية اللي دخلت العالم هي فعل خطية كامل. يعني احنا ورثنا الخطية الأصلية، ورثنا دخول الخطية في داخل طبيعتنا. دي الفكرة. والله شال الخطية بالموت النيابي، نيابة عن إن آدم دخلنا الخطية بالخطية النيابية. ده ببساطة. الإخوة اللي عايزين يطلعوا الجلسة تاني، في أخ اسمه أبجر كتب تعليق، هل هو طالع؟
مفتوح الجست، الجست مفتوح، بس اللي عايز يطلع يضغط زرار الاشتراك على اليوتيوب ويطلع على طول. واخونا مصطفى ساعدت باسلوب حضرتك، حضرتك راجل محترم ما تتضايقش، احنا محدش فينا يوصل للغلط، ولكن نص التوضيح مفاهيم مش اكتر من كده. مرحب بيك في اي وقت. الجست مش مفتوح ازاي يعني؟ الجست مش مغلوق مفتوح ازاي؟ مغلوق مقفول؟ مقفول. ازاي طيب؟ ازاي يا جماعة؟ انت اللي تبعت الفيست للاشخاص. هو فعلا الدكتور اللي هيبعت الجست، لان هو كان من الاول بيقول لهم لازم يشتركوا على القناة الاول. الآن فتح اه الفيست. تمام اهو كده يا جماعة، يبقى فتحت، بس انا عايز خش اشترك على القناة واطلع على طول على الجست. اتفتح بالظبط، فتحت، خش دوس على القناة اشتراك واطلع. الحين فتح تمام دالحين دالحين يا شيخ، الشيخ يا نور اخي طب. ايما، انت دوست، انت دوست جست من غير ما تحط اشتراك. يا جماعة ما تشتغلونيش، بقولكم انا صايع، انا لافف يا جماعة. انا عارف العدد هنا كام دلوقتي، فاللي هيزيد وفي نفس الوقت الاشتراك بيبين، عيب يا جماعة عيب. مش عشان يكليرك ومتدين هتشتغلوني يعني، فعلا انت مسلم واقول لك انت محترم كتير، الله يباركك تعيش يعني. دي شهادة اعتز بيها، دي شهادة. انا بحاول على قد ما اقدر، يمكن بقع ويمكن بغلط واكيد بغلط، ولكن قدر الامكان بحاول ابقى صورة كويسة للمسيح، بحاول بحاول. دكتور رد على سؤال صح. طب ما تنجزوا يا جماعة، حطوا الأسئلة، حطوا الأسئلة على اليوتيوب. أيوة في حد، حد داس اشتراك. مين 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 ساعدني عملت لك اشتراك؟ يبقى هو الأخ ساعدني عملت لك اشتراك. ماشي السلام على من اتبع الهدى. ازيك يا اغوستين؟ عامل ايه؟ أهلا، مين معايا؟ معك مروان ايمن. أهلا. اهلا بيك، اهلا بيك. انت بس من شويه بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ولا مره ان الكتاب اللي ما بين ايدك ده محرف، صح؟ وهكمل كمل سؤالك لاخره، لان انا هكتب التعليق، لان انا متوقع السؤال اللي انت عايزه تساله. اتفضل. يعني هجاوبك الاول وبعديها هسألك سؤال. لا، هو الرسول قال ان الكتاب اللي ما بين ايديكم محرف. قال اليهود كتبوا كتابا وتركوا التوراة. انت تقريبا غلطت او انت مش دارس كويس. قال ما ايه هو تاني؟ مش عيد دي، تاني. يعني هو قال مش اليهود مسلم عشان كتبوا، يدرس يعني. قال اليهود كتبوا كتابا وتركوا التوراة. يعني انا بقى عاوز وين اسألك، موجود هذا؟ بس دقيقة، وين موجود هذا الكلام؟ انا هقول لك ثانيه واحده بس، هحاول، عاوز اسالك بس سؤال. سفر استير ليه هتسألني هذا مقدس؟ الكلام؟ اسمع اسمع، استنى بس، انت هقول لك ذكرت رقم قنبلة، الحديث، هقول لك، لا اي لا قل لي هقول لك رقم الحديث وين، وبعدين كمل سؤالك للدكتور. هقول لك بالضبط، اتقل شويه. وانا راح ادور عليه. قول لي سفر استير ليه مقدس. جاوب على السؤال حبيبي. وما انت يفتحك قلت النص محمد بالقران. قال، انت قلت محمد قال هذا اهدى، حديث، اتقل شويه، وين الحديث اتقل شويه. هذا؟ ايه هجيبه لك، حاضر هجيبه لك. ما انا بس تجيبه، بسأل هسه صاحب، انا تجيبه، بسأل صاحب البث، هسه انا تجيبه بسأل صاحب تجيبه البث، هسه انا بتجيب بسأل بتجيب صاحب البث الفاضي. يا باشا. ما كل الناس دي موجودة في البث كلنا مع بعض، ازاي يا باشا؟ طيب حد يجاوب على السؤال. مفيش ليه سفر الكلام ده. استير مقدس؟ ليه سفر استير مقدس؟ يا حبيبي جيب جيب هات الكلام الحديث، اللي هجيب، هات هجيب لك الحديث الحديث. وين موجود، ما انا جيب لما انا الحديث وين معيش، موجود. معيش روح جهاز انزل تاني عشان جيبه اخرج. وتعال. اوكي روح انزل جيبه انا وتعال. مستنيك، انا مستنيك. طيب انت حضرتك بس كم ابقى تسأل؟ صعبني جيبه تاني. وتعال يلا على تمام طول، صدقني على طول، انا تمام هتكتب ماشي، الاسم على طول هنزل ان اهو شاء الله. واجيبه تاني. يلا جيبه ايوه، وتعال. وتفتكر، وافتكر ان احنا مش اليهود. هو حتى لو قال اليهود حرفوا، فاحنا مش اليهود، ده نقطة. ثانيا اليهود ما حرفوش، وهنتابعك بقى كده في الجسم. ماشي، اللي عايز يطلع بعد كده مين؟ بص على يا جماعة، لما تعملوا اشتراكات اليوتيوب ما تخلوهاش مقفولة ان هو برايفت، بينوا اساميكم عشان اعرف مين بجد، لان اللي مش هتعرف حتى لو داس اشتراك ممكن ما تطلعوش. ماشي، استاذ طلع رامي، الاستاذ رامي، انت بعيد،
ده انتوا جايين مجموعات بقى، حلو قوي حلو قوي، جايين بس مجموعات. عندي سؤال، يعني اول ما اول واحد يصعد ارد اسال لما رخصتك دكتور. ها عندي قشطة سؤال، يا معلم، ما يخصنيش يا باشا، ما يهمك، ده روح ده انت. هو باين كان عايز يهرب من حضرتك، فبيقول له انا بسأل صاحبي البس، هم عايزين يهربوا وما عندهمش رد باين. ايوه ما بص، علينا. هو فتحت لهم الكاميرا على مود السؤال، يطلع مباشرة من القرآن. ها لا حد يقول لي هذا حديث صحيح، وهذا انا اسال بالقرآن مباشرة. وهو حتى ما يعرفوش الدليل، هو بيتكلم بس. اللي يدوس الاشتراك يا جماعة يكتب هو مين، حد لا داس اشتراك يكتب هو مين. انا كده كده لقيت هنا المشتركين، اتمنى 3 مسلمين مع الدكتور، 3 مسلمين مع الدكتور ليه؟ وانا تخصص اسلاميات، انا فاهم اسلاميات لكن انا مش تخصص اسلاميات، يعني هلاعبكم في الاسلاميات فل، بس مش زي ياس، مش زي نور، مش زي اخونا ستار، كان هو بسمع انه مسيحي بس اعتقد يعني قضيه برضه في الاسلام. طبعا يا شو اسم دكتور. قناتي؟ شو اسم قناتي؟ دكتور اوجستين، القناه اللي موجوده في الوصف على علامه اليوتيوب تحت الانستغرام. مين اللي بعد كده؟ بص يا جماعة، اللي يعمل اشتراك يقول، عشان انا مش هخمن، يا اما يعمل اشتراك ويكتب تعليق يبين لي ان هو مين. هنا يعني انا شايف الدكتور مسهلة عليكم جامد، عامل لكم اوفر جامد، يعني مش عارف يعمل معاكم ايه اكتر من كده. اشتركوا بالظبط وتعالى، يعني الموضوع سهل. هي بص انا كنت شكت مسهل. ابرة صغيرة، يعني بص يعني شكة كده صغيرة مش هتحس بيها، اعمل اشتراك وتعالى. مش بالظبط دي عندنا عندنا المثل عملته ده في كده مصر. انا بالظبط. حابب بس اللي انا اقلش عليهم، فعمال بقلش بقى بقول له ايه شكة صغيرة وتعالى وما تقلقش. طب ما انت مجمع 3 مسيحيين على مسلم. لا حبايبي احنا مش في خناقه، هو اللي فاهمين، انتوا فاهمين ان احنا في خناقه، احنا مش في خناقه، احنا كلنا كل هدفنا الناس اللي طالعه معايا، اصل في طريق يا هيوصلكم للملكوت يا هيوصلكم للنار، احنا عايزين كلنا نوصل للملكوت مش اكتر من كده، مش طالعين في خناقه، ما تقلقوش يعني. انا طلعت حد وهو لسه غدا مش عارف. اخ ريما، اخ ريما، ريما انت انفرد اشتركت فعلا؟ ريما سعد، مبدئيا كده مساء الخير. مساء النور، اهلا، ايه اخبارك يا دكتور، عامل ايه؟ نشكر ربنا تمام الحال. بص انا عايز ازيك اتكلم يا في نقطتين. عمدة، يا الله عمدة يخليك. طب ايه من ازيك؟ اولها هلس يعني وحوارات ولا ايه؟ طيب لا لا ايوه هو يا عمدة، بيهرج معاك، ما يقصدش هو انت لابس هو ياسم الجلابية. اصلا، انا بعرف اهرج برضو عادي يعني. لا لا الله يسامحك، لا 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 جديات، لا الله يسامحنا لا كلنا، اسمحك، ربنا بس يسامحنا. انا لانه انت معلش بس لابس ممكن كده الجلابية. لحظة اكلم الدكتور ثانية بس ثانية ولا ثانية ثانية، ايه؟ يس يس يس، اديله فرصة عشان ما يفهمش غلط، سيبه يتكلم مع الشيخ. اسف، بص انا اتفضل. عاوز اتكلم اول حاجه في الدليل، تمام، ان هو اتقال في القران او سواء في القران او في حديث، تمام، ان الانجيل ده محرف، ماشي، تمام. اديني الاثبات على طول، اتفضل. تمام، في ايه في القران، تمام، ايوه في ايه في القران، تمام، هقولها لك. تاني نقطه بقى، تمام، انا راجل من، انت من مصر، تمام، مش كده؟ صوتي بيتكرر تقريبا، في حد عندك او حاجة زي كده؟ لا لا ما فيش صوت هنا بيتكرر، مش عارف، اتفضل قول لي بس، خليني اخش ما تمام. تتوهنيش. انت قلت هتقول نص تمام. في تاني آية حاجة، معينة. انت قلت جواز القاصرات بقى في الاسلام، تمام، فين وتقريبا الاولانية قلت في الارياف وكده. يا حاج هيما؟ يا حاج هيما قول لي، قول لي على طول النص اللي بيقول بتحريف الكتاب المقدس جوه القرآن ايه؟ صح يا حضرتك، منطقي كده. المشكلة هما مش مرتبين نفسهم، هو قال أول نقطة وعايز ينط للتانية على طول، فهو ايوه اديني اديني يا هيما النقطة، يا هيما هيما قفل المايك، فين النقطة يا هيما؟ هيما
يعني ايوه ايه اي نقطة ما طبعا كده؟ لا النت يمكن عندي بس بيكلم ضعيف، حد فرحت جبت جنبه. النقطه من على جوجل ولا ايه؟ قول لي النقطه. لا هو بص، انا مش شيخ مبدئيا كده، تمام؟ انا في الدين على قد يعني، تمام؟ اتفضل. فانا بحثت فعلا من على جوجل وجبت النقطه دي، تمام؟ وبعد قول كده بقى. طلعت المصحف من عندي، تمام؟ وشفت النقطه دي وقريت الايه، تمام؟ قول قول بس. يا هيما هو في حد بيغششه باين؟ سامعني طيب ولا؟ سامعك. معلش ان النت عندي مش كويس. ولا يهمك، لا مش اتفضل. بي... احنا مش في امتحان عشان حد يغششني يعني، فاهم؟ يا هيما لا انا وقت بهزر الناس معاك وقت عشان ما انت تخش. قفلت المايك كذا مرة. لا احنا النت في مصر عندي مش بنحب الهزار النت عندي وكده. مش قوي. احنا كوميديين شعب فاني. قول يا هيما. ده هيما ارحمنا يا هيما، قول على طول الله يكرمك. هو باين عشان النت الو عنده ضعيف. طب معلش، انا ممكن اروح راستر الراوتر وممكن تطلع حد يعني وانا معاك في اللايف، تمام؟ يا لغايه ما باشا ايه، اتشرف لغايه ما راستر الراوتر اتشرف. اروح، تمام؟ اوكي راستر الراوتر معاك، تمام. معلش معلش انا اسف. ماشي اتفضل. يا دكتور الله يخليك، عندي سؤال انا اريد اسال. ماذا اتفضل. اللي يعني ما ظل انتظر هو، يعني ما احب عسر يا حامي، صح دنا واحد، خليني نسأله. بس استنى استنى يعني، خلينا تمام، بالحنين يا انا جبت ياسر. لكم رقم الحديث ويعني جبت لكم كل حاجة فيه كمان. ماشي، اول فهمت حاجة هو ماشي. مذكور في كتاب جامع الجوامع صفحة 911، ولو عاوز رقم الحديث بالظبط 5548. طب تمام، بعد انا كمان اذنك بس قلت، ثواني، بعد انا اذنك كمان ثواني قلت بس دكتور، استنى. انا طب اسف، حاضر ثانية، انا كمان قلت غلط، والحديث بيقول بعد بني اذنك اسرائيل بس مش ثواني اليهود. ثواني بس انا بني، اقول كلمتين بالظبط. معلش سا، اسمعني طب ما تقطعنيش ما اسمعني تقطعنيش. بس اسمعني اسمعني، حضرتك مش القرآن مكتوب فيه كتاب لا ريب فيه، يعني كامل مكمل. انت يعني لا، هو لو اطيع متكمل الله كل واطيع حاجة، الرسول. ازاي انت تجيب انا حاجة من بره مش الكتاب بعمل زي بتاعك؟ الشيعة، انا مش بعمل زي لا لا الشيعة. انا مستغربك الصراحة، يعني انت ما عندكش حاجة في القرآن مكتوب طب فيها كده، ماشي ماشي، بتقول اديني انا جبت لك الكتاب سند بتاعي قوي. الحديث، انت جبت عمرك لكم شفت سند حد الحديث. مسيحي بيجيب كلام من بره الانجيل؟ فاهمني؟ ينفع بس ده اللي انا ينفع عايز تقول اوصله سؤال؟ لك، واحنا هنسمعك برضه. حاضر حاضر، ماشي انا جبت قال لك لكم سند الحديث. ستارك ليه الأوسط سفر رأيه. استير، ليه سفر استير قول. مقدس؟ ليه سفر استير مقدس؟ لا انت نازل، انت النازله اللي انت كنت نازل تقول فيها، كنت نازل تقول قلت ان الكتاب المقدس محرف وهتجيب لنا الدليل، رحت تجيب لا انا الدليل، جبت فين لكم الدليل؟ الدليل من الاسلام، من الاسلام. لا انت لو عاوز فين من الدليل؟ المسيحيه كتير كتير قوي يعني. فين الدليل؟ فين انت فين ما انا جبت النص؟ لك فين سند الحديث؟ الحديث، ما جبت اقول ايوه لك طب تاني. وفين في القران هو بقى؟ الحديث، اهو وين الحديث؟ بني اسرائيل كتبوا كتابا ومش موجود في القران، واتبعوه يعني القران مش واتبعوه كامل وتركوا عندكم؟ طبعا. ما انا قلت لك اطيع بقول الله لك واطيع انا بس الرسول. عايز افهم، مش موجود انا عندكم ليه هو بعد ما القران جبت مش لكم طيب كامل السند الكتاب؟ بتهربوا؟ ليه بعد ما جبت لكم السند بتهربوا يعني؟ مش يعني بنهرب، انا حبيبي بكلمك بس اهو بقول لك ثانية واحدة القران مش استركنا كامل بس انا عندك. الجرارة. ثانية واحدة فساد ثانية واحدة من معلش، بلدنا يعني القران القران كامل بس اطيع الله واطيع الرسول. القران محتاج ثانية مساعدة واحدة يعني ثانية من واحدة يا بره؟ جماعة، اطيع الله واطيع ثانية الرسول. واحدة يا انا جماعة مش ثانية بعمل واحدة زي يا جماعة ثانية الشيعة واحدة يا يعني جماعة والله. حبيبي شاهد ايه هربنا، انا احنا بقى؟ رحنا فين؟ احنا هربنا رحنا فين؟ ما احنا قاعدين معاك اهو. سيادتك قلت ان قصدي بتغير اليهود الموضوع. قالوا كذا كذا كذا، انا البني السؤال اسرائيل مش اليهود، وكلامك بني اسرائيل كمان. وتبليك انا قلت علينا حتى في انت بني قلت ان اسرائيل، المسيحيين حرفوا، فين النص في الحديث اللي بيقول ان المسيحيين حرفوا؟ انا قلت لك اهو بني اسرائيل كتبوا كتابا واتبعوه يا عم وتركوا احنا التوراة. مسيحيين مش بني اسرائيل، فين المسيحيين حرفوا؟ انت قلت اللي اعرفه المسيحيين ان حرفوا. المسيحيين يعني، انا شفت نعم عاوزه من الاسلام ما دي جبته لك. يا في عم، حاجه فين اوضح من المسيحيين كده؟ حرفوا؟ دول بني اسرائيل، احنا مش انا بني قلت لك اسرائيل. استغفر الله العظيم، انت عاوز تغير ده يعني؟ ما انا جبته لك، ما فيش اوضح من ده. ينفع يا بقى ابني انت اسال فاهم، سؤالي؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت ضيع تاريخ وجغرافيا. مش يا احنا بني الله، اسرائيل، احنا مش بني اسرائيل. اذا كان انت كان فاكر يعني انا مصري، انا مصري وابويا مصري، فاكر الاغنيه انا مصري هو وابويا انت مصري؟ الكتاب معلش جالك من الكتاب، جالك من ال... انا جالي هو كتاب من الكتاب، دار الكتاب المقدس، هو الكتاب جالك من مصر، الكتاب من دار الكتاب المقدس. لا يعني بس قصدي انت جاي تهرب، الاصلي. انت مش عارف تفرق ما بين الاسرائيلي وما بين المصري، ما انا بين عارف القبطي والمسيحي. انا عارف انا عارف، بس عاوزك بقى ترد على سؤالي.
سؤالك بيقول ايه؟ ليه سفر إستير مقدس؟ عشان موجود جوه الكتاب مع إن المقدس، عشان وحي الهي. الكاتب مجهول، وأثناسيوس يعني اللي هو بطل نيقيا اللي هو يعني أعظم قديس أرثوذكسي عندكم، قال إن هو مش من الأسفار القانونية الأولى أصلا، هات فليه المرجع، هو مقدس؟ هات المرجع، وما تقولوش أنزل مرجع تاني؟ مفتي. أنت والله شكلك غلبان، والله أنت متعرفش كل الحاجات دي؟ انا شكلي غلبان. انا بص، انا آه والله محترم وجودك عندي في البث، بس حبيبي، والله اكتر من حبيبي، كده هتلاقي رد فعل مختلف خالص. بس اوكي، حبيبي حبيبي الله يخليك، بس بجد انت ما تعرفش الحاجات دي، يعني تبقى حاجة غريبة الصراحة. هات طب انا انزل شايفك اجيبه لك. انت اللي غلبان، لان انت مش لاقي آية عندك جوه القرآن راح تجيب حديث، فانت شكلك انت اللي غلبان الصراحة. يعني جامع والناس كلها الجوامع، معانا ايه؟ هذا كتاب ايش وقت طبعه؟ جامع الجوامع البارحة الصبح يعني طلعوا. أول مرة أسمع بكتاب اسمه جامع الجوامع. مش فاهم، ما بدأ مش فاهم يخلوني يعني. أتكلم. يا الله يخليك يا دكتور، إذا صعد اتفضل. مسلم سلم لي يا رجال، أنا عندي سؤال، وإذا ما حجيت لو سلمتك ترى راح بتسلخه. أي رجال عوفة، لا يقول لي عندي سؤال، وما أنا أول ما يصعد أنا عندي سؤال. الله يخليك، خليني أسأل براحتي. لو سلمتك واحد هتسلخه يا جيس، هتسلخه بس سلخ. هو متناقض جدا، يعني هو مش حاسس اللي هو اللي غلبان، يعني انا مش فاهم. يا عم ده انا مش نفسي عارف اعرف تاريخ، هم بيقول مش لي حاسين هناك بنو بنفسهم. اسرائيل. وكمان بني اسرائيل، صح، انا نسيت ده الموضوع معقد جامد يعني. انا غلبان، انا فعلا غلبان، هو جاي يضربني، فاكر نفسه جاي يضربني. وهو باين راح جاب الآية ولا الحديث بتاعه ده ورجع، هو اصلا ما كانش عارفه. فاللي هو انا مش عارف بعد التجربة بتاعته ده، مش حاسس لغاية دلوقتي اللي هو غلبان جدا يعني. لا انا هو ولا معاه غزي حديث غزي، ولا بس قرآن. انا غزي غزي مش على حاجه، انا غزي على كلمه ان هو بيقول لك ان انتوا المسيحيين اللي حرفتوا الكتاب المقدس، وبيقول لك الحديث بيقول بني اسرائيل. طب احنا مش بني اسرائيل يا عم الحاج. ايوه معاك تمام. يلا اسالني معايا السؤال اللي كنت عايز تساله. معايا معايا، اسمع اسمع تمام اسمع تمام اسمع اسمع اوكي اسمع اسمع يا عمده، اوكي يا ماشي. لا قول عمده بس. عمده، طلع لي سوره المدثر الايه رقم 5. بس كده عناي ايه مالها بقى؟ لا هو يطلع العمدة على مود يقرأنا. ايوه مالها 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 يعني، قول لي مالها. أنت راح أقول له عمدة. لا تريد الصفحة هاي، صفحة السورة 575. لا شكرا انا اعرف اطلعها، قول لي انت بس سؤالك. لا مو انت العمدة، هو يطلع. يا بني ما دعت يا دكتور، هو يطلع الاخ. تمام، انا معاك، قول لي انت بقى، قول لي. اوكي يلا، هاي اقرا لي هاي شنو معناها، ورد سفهجر. والله بص انا مش شيخ، ده مبدئيا انا يعني انت مش تمام، فانت انا قول لي وانت سؤالك، قول كلكم، لي لا لا سؤالك لا وانا هرد عليك. اسمع اسمع، تمام هو انت كلكم لا شيوخ ولا تعرفون بالقرآن ولا هاي، بس لما انت امال تسأل بيعملوا انت ايه؟ قسيس. انت اوكي قسيس، انت قسيس، انا مواطن عربي، اوكي، خلاص وانا والقرآن مواطن ليس عربي تمام، العربي. فانت كلمني قول لي سؤالك وانا ارد عليك بزاف يعني، ارد عليك بجد اوكي. تمام، طيب ما تقوليش انت بقى ايه. شلون، اوكي، انت شلون تآمن بنبي يعبد اصنام؟ والله بص انا مفيش اي حاجه جت قدامي ان سيدنا محمد كان بيعبد اصنام، ما هي هاي تمام. الآية تقول محمد كان يعبد أصنام، هاي الآية. ازاي بقى كانت أنا بتقول ايه؟ تمام هقول لك، انا هقول لك انا سورة المدثر، الصورة، تمام سورة اسمع أنت ما المدثر. تقول لي أنت، أنا ما آخذ بكلامك أنت، أنا بس أريد أقول لك، يعني تقول تمام الصورة كاملة، تقول يا أيها المدثر قم فأنذر ايوه وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس ايوه فاهجر. ايوه فعمو ابن كثير، مين عمو ابن المدثر ده كثير، بقى؟ عمو ابن كثير، سورة عمو ابن كثير اسم المفسر، عمو ابن كثير. لا انا ماليش دعوه بابن كثير وابن قليل، انا ليا الناس اللي هي الثقه في التفسير تمام. انا ممكن يكون لك من ابن عندهم كثير برضه اسمع تمام، بس اسمع اسمع ثواني ثواني اسمع، ثواني، الثقة قول له ابن كثير الثقة من الثقه صح؟ هذولي الثقة، فهو واحد من الثقات، هات مو الطبري، الثقة هات الطبري، الثقات. اوكي، هات الطبري اللي تحتيه اللي هو يعني تحت ابراهيم ابن الطبري. كثير مش ثقه كده؟ بقول لك انا عايز اخد لا منك معلومه بس، ابن كثير مش ثقه؟
لا والله لا انا لا ما لا اعرفش، بس دقيقة، انا اللي اعرفه ان هو هم مشهورين في اسمع الموضوع اسمع. ده. تمام انت لمن رديت، لمن رديت ابن تمام الطبري مو؟ الطبري. تمام، قول لي قول لي يا عيني عليك، يا عيني عليك، ووجه الاوثان، وقال معنى الكلام الاوثان فاهجر عبادتها، ايوه، فاهجر ايه المشكلة؟ عبادتها ايوه ايه المشكلة واترك يعني؟ خدمتها، من تمام الكسر الله إلى العذاب، وقال معناها والعذاب، فاهجر أي ما وجب لك عذابه. يا انت راجل عايز يعني أنت تفهمني. جبت تمام، انت عايز يعني مو عايز، ثواني بس. أنت اسمع اسمع، أنت ردت تمام معك. الطبري، والطبري ده يقول لك اترك عبادة الأوثان، يعني يا بيقول لي محمد مين؟ بيقول لي مين؟ اترك عبادة الأوثان. والله هو خاص سيدنا محمد في الآية، يعني قال له يا لا محمد هي اترك عبادة الآية الأصنام. نزلت، اسمع اسمع اسمع، يا هي حبيب الآية قلبي، هي نازلة يا على هو ابني، القرآن، القرآن الآية نزل لسيدنا نزلت على محمد بس. محمد والله حبيبي. يعني المدثر لو هو يعني يا مش أيها الرسول. المدثر، اسمع اسمع اسمع، بالعكس يا أيها بالعكس. المدثر، ايوه يعني هو أنت ايوه المدثر لو محمد المدثر، قم فأنذر، معاك. أنت اللي تنذر لو محمد اللي ينذر، وربك فكبر، من هو أنت لو محمد؟ وثيابك فطهر، مين انت لو محمد؟ والرجس فاجر، وينك الرجس هسه على زمننا؟ هاي ده نزلت على حتى زمن محمد. خلى الآية مش تبع الرسول، يعني أول حاجة ابن كثير يعني مش قد كده، والآية خلاها مش تبع الرسول، يعني أي حاجة متاحة يعني. لا أنا إله شايف إلا الله. معاك. أنا بس عايز منطق في اللي أنتوا بتقولوه، مش لاقي أي منطق. يعني أنا هو بكلمك وأنت انت ايه شايف أنت منطقك؟ انت قلت ايه إيه؟ منطقك؟ انت ايه منطقك بقى؟ انا عايز ما هو منطقك يا انت. باشا أنا انت ايه جايب من منطقك؟ كلامك أهو، اللي الأستاذ بيسألك بيقول لك كذا، أنت بتقول له لا أنت مش عارفك اللي هو الرسول، فاللي أنت خليت الآية مش للرسول، وابن كثير اللي هو ابن كثير ده بالنسبة للمسلمين حاجة قوية، أنت قلت لا ابن كثير مش قد كده، بص يا اخي، فاهمني؟ والله انا فاللي هو مبدئيا انا قلت لك اللي انا مش الموضوع شيخ. أنا شايفه، تمام، حسب ما تحبه، يعني اللي هو أنا حابب كذا، حسب زي ما مثلا تحبه ايه، انت جواز على حسب العيال ما دماغك الصغيرة، تريحك انت بتتكلم. جواز العيال تمام الصغيرة برضو ممكن حرام عندكم، بس لو احنا حابين كده ممكن برضو نعمله، فاهمني؟ الموضوع لا ملوش لا لا، بص، يعني هقول رولز لك على حاجة، تمشي عليها قواعد، حسب اللي هو بتتكلم معاه. الإسلام ما ربطش سن، تمام، في الجواز، أوكي، ما اختلفناش. ما المهم ماشي، بس خلينا زي بس ما في ربطش الموضوع سن في الجواز. دلوقتي، ما يخالف، خليها في انت الموضوع بتاع بتضحك. الأستاذ اللي بيكلمك، الآية دي ما مش انت للرسول، بتدخلني أنت في قلت موضوع كده تاني وتقول دلوقتي. لي خلينا في الموضوع، يبقى خلاص كلمنا في سياق ماشي الموضوع ماشي اللي ماشي، بيتكلم فيه أنا الأستاذ. آسف، أنا بجيب لك أمثلة عشان أوضح لك لا ما اللي تجيبليش أنت ما أمثلة، ده عندكوش ما أنت مش منطق عاوز في أي تخرج من حاجة، الموضوع، فخلينا في أنتوا الموضوع. ماشيين كده بالبركة، فاهمني؟ رجاء محبة، ركز نظبط الحوار عشان ماشي الدنيا ماشي، ما تروحش كمل مع علينا الأستاذ جميعا. وأنا أنا أسمعكم. ساكت أريد جواب، أنا ساكت أريد جواب. ها تمام. هل في جواب أتكلم. عند حضرتك يا أخي بالنسبة لنقطة المؤثرات والله بص يا المتأثر ولا لا؟ دكتور، تمام، هو أنت تقريبا يعني إيه؟ تمام، أنت اللي كلامك يعني حرفيا يعني كلامك رزين شوية، تمام، في المعاملة كلنا يعني، كلامنا رزين من غير ما تمام؟ نقول حد ولا نخبط في لا لا حد، لا لا، كلامك كلام أنت رزين. رزين في المعاملة صراحة يعني، لكن الباقي بصراحة مش قد كده يعني، تمام. أنا وأنا أول مستعد ما آخد دخلت بعضي قلت لك خالص. أنا بص أقول لك على حاجة، تمام، أقول لك على حاجة يا دكتور، تمام، أنا قلت لك أنا مش شيخ، تمام، يا ففي ابني إذا التفسيرات أنت وكده تريد والحاجات تفهم دي. دينك لا إله لازم إلا تصير الله. شيخ. اسمع اسمع، إذا أنت تريد تفهم دينك فلازم تصير شيخ وتحط عمامة على راسك. يعني انت ما بقى يصير تفهم أنت زي، انت تفهم زي السيسي اللي بيبقى في الكنيسة، قول لي يا اه أخي، ولا أنا ما حبيبي. اسمع اسمع، أنا ما أدرس مثل القسيس، بس أنا مؤمن خلاص، أعرف وانا ما درستش كتابي. زي الشيوخ بقى أوكي، بس أنت ما تعرف حبيبي. كتابك، أنت الآية ما تعرف وين صايرة هاي أصلا، لو سألك بغير ممكن تقول لي هاي ما موجودة بالقرآن، ماشي، عشان انا بس ما لما نطلع درستوش. لك الصورة تمام، هاي أنت ما متأكد منها، كيف أنت تؤمن العدل؟ بدون انفعالات هيما، ببساطة جدا، ببساطة جدا، الدين لازم كلنا، كل واحد، مش لازم المتخصص بس، لازم يكون فهمه أكيد أكيد لأكثر من سبب، أهمهم السبب الأساسي، لأن ده اللي هيتحاسب بيه قدام ربنا، هيقول لك أنت أكيد رحت هنا طبعا ليه؟ ولا رحت هنا ليه؟ وعملت إيه من خلال الدين ده؟ أكيد طبعا فبس أكيد لازم يكون واحد متخصص، المتخصص بيبقى فاهم أكتر لأنه بيفضل يبحث ويدور وكده، بس على الأقل يبقى عندك الأساسيات، سواء المسيحي أو غير أكيد. المسيحي، كله لازم يبقى عنده الأساسيات. أنت بقى سؤالك دلوقتي، هم سألوا في الأسئلة الإسلامية، أنت عايز تسأل في المسيحية في إيه؟ اتفضل.
تمام. دلوقتي انت كنت بتقول عايزين دليل، تمام، ان ايه، ان المسيحية، تمام، يعني او الانجيل بمعنى اصح، تمام، حصل فيه تلاعب يعني، تمام. اتفضل. فانا يعني انا مش هقول لك اللي انا عارف، انا بحثت، تمام، وطلع ان في آية في القرآن فعلا في سورة البقرة آية 74، تمام، بتقول ايه، تمام، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، افتطعمون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، تمام، ثم ده يحرفونه مين من بيقول بعده، عن النص؟ تمام. بيقول عن مين؟ ده المقصد، المقصد بها ايه بقى، تمام، اللي هو ايوه يعني المسيحيين، تمام، واليهوديين، فين؟ ده المقصد لا بتاع لا لا الآية لا اللي انا لا، فهمته، روق روق. هيما بمنتهى الادب والاخلاق، تمام. فين المرجع ولا التفسير اللي بيقول ان النص ده مقصود بيه المسيحيين؟ تمام. هو يا كان هو بيقول تفسير كرر ايه من كده، شويه، خليه كده مش طبلاوي، تمام، خليه يشوف الطبري حبيبي، شوف الطبر يا قياس على الصورة دي لو سمحت. اوكي. ياس ياس أخونا ياس، ايه ده ده هل ايه تسمعني؟ ايه ايه عم اسمعك، عم اسمع. عايزين 74 جنيه طلع له سورة البقرة. أصل أنا هصدمك، أقول لك صدمة هيمة هتبقى غريبة قوي، وأقول لك ليه بس يا بعد ما ريت. تشوف ياس لما يطلع لك من التفسير نفسه. تمام. انت متأكد هي بصورة البقرة آية في 74؟ سورة البقرة آية 74. 74، اوكي، بس تشوف لي هاي شنو سورة البقرة آية 74، اقرأ لي انت بصوتك العذب. ده انت جايب ثم 71 قست يا عم. قلوب يا عمي آية لا، 74، الآية اللي بعدها، آية الآية اللي بعدها، 74، اللي بعدها، آية اللي بعدها. 74، مو آية يا راجل 74، هات له اللي بعدها، هات له اللي بعدها. آية اللي بعدها، فأطعمتم أن يؤمنون لكم يعني يقول 75 وكانوا يسمعون كلام الله، أنت تقول 74 ثم يحرفونه من بعد ذلك وهم ما يعقلون. خلي نشوف ال 75. تمام. يا أصحاب محمد فأطعمتم، يا أصحاب أي افترجون، يا معشر المؤمنون، آية، هذا عم الطبري، هذا عم الطبري، قال أبو جعفر يعني يقول أفطعمتم يا أصحاب محمد، يفرجون عليكم ورجاءكم من عنده ما يؤمنون، يعني يقول يؤمنون لكم أن يصدقوكم بما جاء به نبيكم وسلم. هنا حدثه عمار عن فاطعمون، يكون لا فاطعمون، لا وين، والفريق من فجمع كطائفة، لا واحد له من اللفظ وهو فعيل من المفترق، ثم بعد ذلك ثم بالحزب من تحزب وما شابه ذلك. أنا عايز مين اللي اتقال عليهم النص ده، بس مين اتقال عن النص؟ ومنهم من بني إسرائيل، وإنما جعل الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل من اليهود، قال لأصحاب محمد أفتطعمون أن يؤمنون لكم، لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم، فجعل منهم منهم إذ كانوا عشائرهم وفرطانهم وأسلافهم كما يذكر حلو، بس الرجل. ياس 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 ياس، خلاص كده، حلو قوي، حلو قوي. هيما انت قريت التفسير بيقول عن مين؟ يعني عن كان مين؟ أهل طريق مين؟ بني بني اسرائيل. أمة أبي احنا أمة بس ايوه إبراهيم بني عليه اسرائيل، السلام. ما اللي حرف في المسيحية احنا بني مش بني اسرائيل، إسرائيل، احلف لك تمام، كل احنا اللي رأيي حرف في هي بني المسيحية إسرائيل. بني اسرائيل. يا عم ما حصلش، احنا مش بس، احنا اولا مش بني اسرائيل، ثانيا احنا مسيحيين، ثالثا الكتاب تمام المقدس ما اتحرفش. تمام طب اقول لك النص على حاجة اللي بقى، انا بحكي اقول لك على فيه حاجة بقى بره سياق الموضوع ده، معلش، وعايزك انت بقى تجاوب لي عليها، انا تمام؟ اسرائيلي، سؤال جاوبني، انا اسرائيلي لا، هو دي مالوش علاقة بالإسرائيلي، ممكن هو يا في يهود في أي يا حتة عم، مش الله إسرائيل بس. يكرمك، انا النسخه الاصليه اللي جات لنا زي ما هي لغايه دلوقتي بترجمتها، احنا مسيحيين مش اسرائيليين، وانا مصري أنت إيش والراجل عرفك معانا. بقى إن دي النسخة الأصلية بقى؟ كنت معاهم ولا هي يا دكتور؟ معلش طب وانت ايش حبيبي، طب انت عرفك ان كنت القران معاهم؟ اللي معاك النسخه الاصليه؟ انت كنت لا معاهم يا هيما؟
انت خلاص. كنت لا انا ما معاه كنتش معاهم عمال تمام، لما الحرق بس انت بقى، النسخه الاخيره. انت بقى اقول لك على حاجه. سيبونا يا جماعه، سيبونا رد، الله يكرمك، سيبونا رد. تمام يعني تمام انا في راس فلوس حبيبي، لما معاك تقول على الكلمه في حاجه اسمها في القانون البينه على من ادعى. سيادتك قلت تمام ان احنا حرفنا، والنص هنا بيقول الاسرائيليين، احنا مش اسرائيليين. عايز تقول حرفوا، هات لي اتحرف ايه واتحرف امتى واتحرف ازاي ومين اللي حرفه. حضرتك بتقول هنا كان لابس لبنان ايه لما اسرائيل، حرفه ولا لو كانت مش حرفت لازم حرف يعني؟ اكمل اجابتي، تمام بني اسرائيل لو كانت حرفت حرف كان هيقف لها المسيحيين بكل طوائفهم، والاسرائيليين بكل مذاهبهم نفسهم كانوا هيقفوا لبعض. عارف ان الاسرائيليين نفسهم عندهم كم مذهب؟ لا الله اعلم، ما اعرفش. ما تعرفش، عشان دي مشكلة برضه. الاسرائيليين عندهم الكتبة والفريسيين والصدقيين والاسينيين، حوالي 4 مذاهب. عارف الكنائس المسيحية كم مذهب؟ لا والحياة برضو ما واساسياتهم اعرفش. واحدة، ولكن مذهب دي في طريقة طقس مثلا في حاجة معينة، حاجة زي كده. 4 مذاهب برضو، ارثوذكس، انجيليين، انجليكان، كاثوليك. لو اي تمام حد من الثمانية دول كان حرف، كان السبعة الباقيين هياكلوا اكل. ده على المنطق. على النطاق الاسلامي بقى ارجع لك واجيب لك هنا. تمام سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تمام مين اللي أنزل إليك الكتاب قبل رسول طب الإسلام؟ معلش معلش يا دكتور، سؤال واحد بس بسيط قوي كده. رد عليا. طب الإجابة دي، السؤال ده: مين اللي نزل إليهم الكتاب قبل رسول الإسلام؟ ايوه سيدنا عيسى تمام، وسيدنا موسى. شكرا شكرا. يعني لو رسول الاسلام في شك مما انزل اليه يسالنا احنا. لا معلش اسال كده، معلش للرسل يعني. نعم تمام ماشي. حبيبي، طب اوكي، طب اوكي، تمام انت عارف عربي، تمام عارف عربي كويس، عارف عربي كويس. في فرق ما بين اللذين واللذين، عارف الفرق فينهم في الكتابه العربي؟ لا قول لي يا ريت. في الكتاب العربي اللذين مثنى، بتبقى الف لام لام زين ي نون. لو قريت النص من ورايا دلوقتي او قدامي هتلاقي النص بيقول الذين الف لام زين ي نون، وعليها فتحه، يعني معنى كده ان هي بصيغه الجمع. هل موسى وعيسى جمع ولا مثنى؟ لا مثنى. مثنى. يبقى هو بيقصد الذين قرأوا الكتاب قبل رسول الاسلام، هم احنا حضرتك. شكرا. والله بص يا تأكيدا دكتور، بقى على الإجابة دي، تأكيدا على تمام الإجابة دي، عشان حضرتك كمسلم، عشان تبقى مسلم صح، لازم تقيم التوراة والإنجيل الذي من قبلك. فلو أنت ما بالضبط. عندكش التوراة والإنجيل، يبقى بتتكلم في توراة وإنجيل وقرآن، يعني 3 أشياء لازم يعني تقيمهم انا لكاتب كمسلم المسلمين. المفروض ادرس القرآن والتوراة والانجيل طبعا او طبعا. تؤمن بيهم تمام. مثلا؟ لا انا طبعا اؤمن طبعا. بيهم، ايه المشكلة؟ ما اكيد هؤمن مؤمن بيهم بيهم ايه؟ يعني. انت بتقول لهم مؤمن محرفين. يؤمن بيهم، فين افعالهم؟ طب لا اذا كنت انا انت بتنكر انا مؤمن على الانزل، على سيدنا عيسى وسيدنا موسى تمام. فين ماليش بقى دعوة بقى هو؟ بالتحريم ده، فين ماليش دعوة. فين يا حبيبي؟ مش تحريف، انت بتخرف تاني ليه؟ فين لا التحريف؟ انا ما فين التحريف بخرفش، انا ما بخرفش. يا عم؟ اذا كان بقول لك هو الصورة دي من عندي انا وبعدين انا كاتبها شغل ولا جيت من نفسي كده وقلت لك ده اتحرف. طب انا جايب لك حاجه بقول لك ده كذا 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 كذا. طب ثواني يا دكتور، انا اسف بس ثواني دكتور بعد اذنك. طب انت مثلا جاي تقول لنا اللي هو محرف قلبك علينا مثلا، عايز تنبهنا يعني عشان بتحبنا مثلا والله بتقول بص لنا خلي يا بالكو، استاذ اللي انا ولا مش انت عارف جاي اسمك تذم فاهم؟ فينا؟ انت فاتح ما انا باب برضو انت المناقشه لازم تمام، تبقى انت صريح، فاتح باب لازم المناقشه تبقى تمام صريح واحنا في بنتناقش. نيتك. تمام ايه في كمل يا دكتور نيتي؟ كمل. هيما، انت نص ايوه يا اللي دكتور، قلته في ايوه الحديث اصلا النص بيتكلم عن بني اسرائيل. يعني لو انت بتتكلم على تحريف، روح دور على بني اسرائيل حرفوا فيه، لكن احنا ما حرفناش في الكتاب المقدس، وانا بقول لك ان حتى الاسرائيليين ما حرفوش. تمام.
فانا اه بقول يعني لك يبقى ان انت القرآن بتتكلم مثلا، يبقى القرآن ده يبقى يعني ادام الانجيل ما اتحرفش تمام والتوراة ما اتحرفتش، امال الايه دي دليلها على ايه؟ ما انت قلت احنا مسيحيين يبقى بني اسرائيل، يبقى بني اسرائيل حرفوا تمام، وانت بتقول اهو يبقى التوراة ما اتحرفتش، يبقى مين اللي حرف بقى؟ بتدعي على بني اسرائيل مش بتدعي عليا. روق روق. ابراهيم ابراهيم عندك اخ ايوه حلو عندك تمام. اخ، انت مثلا قلت لك اخوك سارق، يبقى انت اللي سارق ولا اخوك؟ لا اخويا وجايز اخوك مش سارق، جايز انا بكذب عليك، ايه خلي رايك؟ بالك انا اخويا يعني، فمش سارق ده عشان ممكن يكون بيسمع ويزعل. نعم لا مفيش كمل. اه كلم حد. لا 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 مفيش معاك دلوقتي، انا لو حتى قلت اتهام، ده مجرد اتهام اثبته، وريني ان بني اسرائيل حرفوا، حرفوا فين؟ في ايه بقى؟ وخليك بقى مع بني اسرائيل، شوف بقى احنا بقى عندنا كتابنا ما اتحرفش، كلام نص اه. الحديث بيتكلم على بني طب اسرائيل. معلش سؤال واحد بس فبعيدا عايز اساله لك من ساعه ما كلمتك يا دكتور. اتفضل. تمام دلوقتي سيدنا محمد جه الاول ولا سيدنا عيسى؟ انت ايه رايك مين جه الاول؟ لا 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 انا عايز اسمع رايك انت معلش. اكيد المسيح. ممكن اجاوب؟ ممكن تمام اجاوب؟ تمام لا 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 معلش انا بكلم الدكتور معلش عشان انت بتتكلم اوكي خليجي اوكي وانا انا على جواب، قد انا في الكلام. جوابي سهل، انا جوابي كل لا سهل سهل، كده كنت ساعدك. انا اتفضل يا جوابي ريس. كل سهل. احنا بيا تاريخ ميلادي هسه؟ تاريخ ميلادي ايش قد احنا؟ تاريخ ميلادي ازاي يعني؟ الفين يعني احنا يا سنة واتنين ميلادية سنة هسه؟ كم ميلاديا يعني؟ ايوه لا 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 بص بص انا عارف، لان انا عارف هتقول ايه تمام، بس انا بسأل الدكتور كده عشان اناقشه في حاجة معلش يعني. انا فاهم انت هتقول ايه تمام، يعني هو طيب إذا فاهم راح تقولي لعنديش تسأل انا فاهم السؤال انت مثلا. هتقول ايه، انا بسأل الدكتور بس عشان يجاوبني واتناقش انا هو في حاجه معلش انا عشان أيوه عايز قد على قد في الخليجي فمش هفهمك. بلاش وقت، عايز توصل ليه؟ اتفضل. المسيح هو اللي جه تمام قبل محمد رسول الله. تمام 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 يعني دلوقتي انت يعني مؤمن ان سيدنا المسيح ده ابن ابن الرب تمام، اعتقادك كمسيحي. حبيبي ده اعتقاد المسيحي واعتقاد المسلمين، ايه رأيك؟ هتقول ازاي؟ لا 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 مفيش مفيش، ده ربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا تمام، ده عم اعتقادنا ما كمسلمين. بتسمعناش بالكلمتين، انتوا حافظينهم مش شايفينهم. الله ولا مش يسلمك. كلمتين يا حبيبي ده قرآن معلش، يعني لما تتكلم على القرآن تتكلم بأسلوب أحسن من كده تمام، ده قرآن ما تقوليش بكلمتين حافظينه، واحنا حافظينهم عشان ده ديننا. احفظ اسلوبك عشان احفظ اسلوبك، احفظ اسلوبك عشان احفظ اسلوبك. صوتك مش واضح يا دكتور بس مو بقول لك الصوت من احفظ. عندك انت، سد المايك من تسأل، سد المايك على مود هو يجاوبك، على مود يوصلك الصوت. حبيبي حبيبي ايوه ايوه القرآن عندك بيقول لك لو انت في شك في الذي انزل اليك فتسألني صح ولا مش صح، فلنفترض ان وبيقول هو لك صح يا عم اسمع للآخر بقى، وبيقول لك لما تيجي يفترض يعني تسأل اهل القرآن مو الكتاب. صحيح، اذا بده يحكي لك آية لا إله إلا قرآنية. الله، أنت كل ما أقول لك كلمة تاخدها في جنب وتقعد تقول لي صحيح وليه صحيح وما، بعد إذنك أنا بكلم هو الدكتور أنا ده والله ما فاهم يحكي منك لك حاجة. آية قرآنية، هو ده يتكلم وياك بآية قرآنية، تقول له فأنا تفترض هي أنا مش عارف صحيحة. تفسيرها لأن أنا مش شيخ تمام، ومش عارف إن هو خلاص كلامه يا عم ثقة أو لأ، فعشان كده بخليه يكمل كلامه. معاك دقيقتين عشان انت مش شيخ، افهمك، ولما تبقى شيخ تعالى كمل معايا. القرآن بيقول لك لما تكون في الشيء، لو كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. قال لك لما تيجي تمام تعامل اهل الكتاب تبادلهم بالتي هي احسن، تمام؟ تمام قال لك تبادلهم بالتي هي احسن. النص بقى القرآن اللي انت بتقول لم يلد ولم يولد، دي متفقه مع الكتاب المقدس 100%. هقول لك ازاي. لم يولد بتتقال على اقنوم الاب، لم يلد اقنوم الابن لانه مولود من الاب، ومولود من الاب مش معناها ان في فرق زمني، ومش معناها ان ولاده جسديه. ده الشرح، شرفنا بعد ما تبشر بجد. انت اللي بتقول انت مش شيخ، انا يا عم مستوايا مستوى ان اتكلم مع شيوخ، شرفنا لما تبقى مع شيخ. حبيب قلبي والله حبيب قلبي. اهلا بيك. هو انت دكتور في ايه بس معلش؟ انا استظرف بقى، احنا مبدعين ومحترمك ومقدرك الفتره دي كفايه يعني، يعني قدرني
فضلني في طريقة وهو حتى التعامل. حضرتك ما جاوبش ولا على اي سؤال، هو ولا هو اي منطق عنده، بس هو كده يعني، هو اللي بيقوله عايزنا اللي احنا نصدقه كده، لكن نقاش او ردود منطقية ما عندوش. مو شيخ راسا يقول لك انا مو شيخ. ومو شيخ جاي هنا يعمل ايه؟ انا نفسي اعرف يعني، هو حتى مش عارف دينه، جاي هنا يعمل يعني، انا شايف الوقت اللي هو بيستهلكه هنا يروح يتعلم دينه بعيد عننا ويريح دماغه.